الله الله الله، ده نوع من الفن الإنشاد والابتهالات الدينية اللي مصر جزء من الثقافة المصرية، جزء من الضمير الجمعي المصري، مش بس في الموالد ومفتقدين طبعا الغنى في سيدنا الحسين والمولد السيد البدوي مفتقدين، ده الكورونا صعبة شوية، لكن كمان احنا كمواطنين. هو مين ينسى الشيخ النقشبندي في رمضان؟ واحنا كنا نفطر غير على دعاء وابتهالات الشيخ النقشبندي والشيخ الكحلاوي، وطبعا ياسين الشيخ ياسين التهامي الكبير بقى كبير الانشاد، ومن الكبير الى النجل محمود التهامي. محمود التهامي خد الراية مش بس علشان يعني يتابع المسيرة، ولكن خد الراية بكثير من التجديد، كثير من التجديد، حتى وصل لأنه بيغني ديو مع مطربة أمريكية، وخد السي دي جايزة، يعني جايزة مهمة في أمريكا. إزاي الإنشاد الديني نقدر نطوره؟ إزاي الابتهالات نقدر نوصل بيها؟ إزاي نجددها لجيل جديد لم يكن يستمع وممكن ما يكونش مهتم قوي؟ هو ده اللي عايزين نسمعه النهاردة الحقيقة. يعني شيخ محمود التهامي وفرقته الجميلة سجلوا لنا مجموعة من الأغاني قبل الحلقة على طول، فهنسمعها ونفضل رايحين جايين بين الحوار وبين الأغنيات. شيخ محمود يعني نورتنا وسعيدة جدا بوجودك معانا. بنور الله وأنا اللي أسعد، وشكرا على الدعوة، وطبعا قلبي عندك ألف حمد لله على سلامة عمور. الله يكرمك. وقول له نفحة، الشيخ محمود يقول لك أيوة. نفحة. الله يكرمك الله يكرمك. أشكرك. يعني إيه الفرق بين الإنشاد والابتهالات؟ هو في فرق؟ الإنشاد يعتبر لفظ عام، والابتهال والأذان والتسبيح والذكر وكل ده وتلاوة القرآن، كل ده يعتبر متفرع من عباءة الإنشاد. ليه بتحب الإنشاد؟ هل ده يعني أبا عن جد، فكرة أن الصنعة أبا عن جد، ولا عشان اكتشفت أن صوتك حلو فقررت أن أنت عايز تكمل في اللي بيعمله العظيم ياسين التهامي؟ هو أنا بطبيعتي كنت عاشق للموسيقى وعاشق للفنون الجميلة، يعني الرسم والرياضة وكل أي شيء في فن أنا عاشق ليه بطبيعتي، وبطبيعة هوية الصعيدية وبيتنا على النيل، فكل ده يعني رسم في وجداني معاني وحاجات كتير، كنت أقرب إلى الـ 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 الفن كصنعة. ولكن أنا ابتديت بالقرآن وبالأذان، ولكن لما بتلاوة القرآن وتجويده وعلوم القرآن، ولكن لما تبحرت في الإنشاد وتبحرت في معاني الكلمة، الإنشاد فيه عمق موسيقي صوفي وجداني كبير جدا وصل بي إلى التوحد مع الكلمة، فبيجي الموضوع عندي يعني بيجي هذا هو العالم الذي أنا أعيشه، هذا هو العالم الحقيقي. الإنشاد أصبح حقيقي بالنسبة لي، هو العالم الحقيقي، وتكاد تكون قعدتي أنا وحضرتك دي وكل ما حوالي بعيالي بكل الدنيا هذا عالم المجاز أو عالم الموازي. يا سلام، يعني العالم الحقيقي هو عندما يقف محمود التهامي ينشد. عندما أنشد فأنا في عالمي الذي خلقت من أجله، وبعد كده برجع أنام، وبعد كده بصحى على مدح سيدنا النبي وإنشاد سيدنا. هذا هو العالم الذي أرتئيه لنفسي، وهذا هو العالم. فكرتش تغني الغنى العادي؟ يعني أنت ما شاء الله، الله أكبر، صوتك عظيم جميل يعني، والأب طبعا صوته جميل. ما فكرتش قلت مثلا أنا لا 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 أنا أروح حتة تانية، أنا أغني بقى غنى عادي؟ لا، الغنى بالنسبة لي لم يصل بي إلى النمو الوجداني والإحساس اللي أنا وصلت فيه مع الإنشاد. الإنشاد وصل بي إلى مرحلة من التوحد مع الكون، مع الهوى، مع السماء، مع الأرض، مع الذات. الإنشاد وصل بي لمرحلة الموسيقى تكاد تكون وصلت بي إلى هذه المرحلة مع الإنشاد. ولكن الغناء أنا بعتبره يعني حاجة كده برضو، الغناء بالنسبة لي شيء أرضي، ولكن الإنشاد ده في السماء. وإنت برضو تعلمت ده
يعني بالعلم، يعني مش بس بالحب والهواية ولكن أصقلت الموهبة بالدراسة، فدرست إيه بالضبط يا شيخ؟ والله أنا ربنا وفقني دخلت كلية اللغة العربية الفصحى علشان خاطر كنت حابب علم اللغة والمعاجم اللغوية، لأن احنا في الإنشاد في مصطلحات كبيرة وكثيرة وتورية والبلاغة طبعا. بالإضافة إني لما دخلت الكونسر في دوار كنت بروح كدراسات حرة في المعهد العالي والأوبرا وكل حتى كنت باخد كورسات خاصة مع بعض الأحباب. كل ده كنت بحاول إن أنا أتعلم وما زلت بحاول، وأتمنى يعني أتمنى أكون إن أنا بعرف يعني لسه برضو في حاجات قدامي كتير ما تعلمتهاش. هنتكلم على تأثرك بالشيخ ياسين وعلى ان الخطوة اللي انت خدتها، خدت هذا الفن لمجال آخر حول العالم، ولكن خلينا نبدأ نسمع بقى عشان النهاردة الناس متشوقة انها تسمع، وهنبدأ بأغنية جميلة بأفضي إليك. قولي كلمات، قولي يعني احنا في العادي في الغنوة بنقول كلمات وألحان، هل في الإنشاد برضو بنقول كلمات؟ طبعا نبدأ بأنشودة أفضي إليك بسري، أفضي إليك بروحي، ويا ليل هل من مداوي، يا ليل يشفي لي جروحي، ففي العين دمع عصي وراء جفن قريحي، وبين الضلوع أبي يصبو إلى كل مليحي، وواها لقلبي وواها له من جريح، لم يدر سهما رماه آتاه من أي ريح، أيا روحي من حيث ما جئت روحي، فسر حياتي أليم بوحي به واستريحي. الله الله، دي غناها الشيخ ياسين التهامي. الشيخ برضو بيقولها. ده إيه بقى ده أنت يعني داخل في منافسة. لا 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 أدعي ذلك، إحنا ماشيين بحس التراب اللي هيمشي عليه من الشيخ ياسين التهامي. الله يكرمك. نسمع أفضي إليك. أفضي إليك بسري، أفضي إليك بروحي، أفضي إليك بكل، أفضي إليك بروح، ويا ليل هل بمداوي، يا ليل يشفي لي جروح، ففي العين كل مليح، واها لقلبي وواها له من جريح، لم يدر سهما رماه آتاه من أي ريح، يا وحيدي
الله 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 الله. ايه اللي بيخلي هذا النوع من الفن مؤثر جدا؟ لانه يخرج من القلب. ولانه يعني وازعم ذلك نحن ننشد لارواحنا قبل الناس، ولانه يتسم بالصدق، وندعو الله ان نكون على 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 قدم وعلى ومن اهل الصدق. وفي الاخر يعني نتمنى القبول، ربنا يتقبلنا. تعلمت ايه من الشيخ ياسين؟ مولانا الشيخ ياسين انا تعلمت منه بطريق غير مباشر، لاني كان هو دائما في سفر، ربنا يستر عليه ويحفظه. كنت بتسافر معاه يا شيخ محمود؟ هو كان منعنا من هذا المجال، ولكن كنا نتعلم منه بطريق غير مباشر فيما يحكى، يعني كنا نسمع حكاوى عن الشيخ ياسين زي الناس كده. تعلمت منه الموالد بتاعته والحضارات، ولا عمرنا حضرنا ده، بيبقى فيه ليله في البلد وممنوعين من الحضور، دي كانت بالالاف ولا عشرات الالاف، ولا عمرنا حضرنا. كنا نروح ممكن في بعض الحفلات كنا نروح اخر الدنيا نقف كده من غير ما حد، ولو كان يعرف ان احنا حضرنا كان بيزعل. ليه؟ هو كانش عاوز حد يدخل في هذا الامر. يعني كانت ليها قصص وحكاوي من عشرات السنين، ولكن اللي انا خدته من ابوي ومحدش خده، وازعم هذا، ابوي بياخد اللحن بتاعه من معنى الكلمه ومن احساس الكلمه. ابوي لحد فتره ما كان بينسلخ وملوش دعوه باللي حواليه، ملوش دعوه باي حد، كان بيتوحد، ما كانش يبقى معانا في الارض، كان بيبقى في السماء، او روحه في السماء بمعنى اصح. انا وصلت لهذه المرحله، او هذا ما رايته فيه، او هذا ما رايته في صوته، انا شفت ده في صوته واخدت منه ده. واخواتي كلهم منفوحين، ولكن انا الليفل عندي في الحته دياتي انا عارف بقول ايه. يعني ايه منفوحين يا مولانا؟ يعني منفوحين واخدين النفحه من جدهم الشيخ التهامي ومن مولانا الشيخ ياسين ومن العيله كابر عن كابر. جد محمد حسنين كان من اهل الفتوى، والعيله كلها اللهم صل على النبي، ربنا خصها بنفحه الصوت والموهبه. ما شاء الله ما شاء الله. النقله بقى اللي انت نقلتها للانشاد، انت نقلت نقله مختلفه، يعني لم تبقها عند حدود الموالد والحضارات رغم اهميتها والحقيقه يعني، لكن انت نقلت نقله تانية. يعني لما بنسمع الشيخ النقشبندي او الشيخ الكحلاوي او حتى الوالد شيخ ياسين التهامي ونسمعك، بنحس ان هناك نقله العلم، نقله اخرى، الزمن جيل جديد. الجديد اني اولا يعني في العلم كل شيء يعني سبحان المغير ولا يتغير. والقرآن الكريم في حد ذاته، يعني القرآن الكريم رغم كل هذه التفاسير ولكن سيعود بكر. احنا كل شويه نكتشف من علم القرآن ان في فنفس النظام. هناك من الاناشيد يعني في طريقه ادائها لابد بالاستعانه بالعلم، بالهندسه التكنولوجيه، بالالات الموسيقى. انا اللي حصل اني ارتقيت في الموسيقى الغربيه اللي الناس فاكراها ان هي غربيه، الروك والبوب والهاوس والراي، انا شفت فيهم الروح، شفت فيهم الروح، شفت روح الموسيقى في الالات دياتي. طب هذه الالات لو اخذنا من روحها الموسيقيه مع روح الكلمه عندنا في الانشاد وادمجنا هذا الامر، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هاخد ثقافات الشعوب الحياتيه الحاليه، وده اللي حصل بالفعل، وصلنا للعالميه الحمد لله، وتم تصنيف الانشاد كفن انساني وليس ديني، لان كلمه الانشاد الديني للاسف خلت الانشاد تقوقع في كلمه ديني. لا، الانشاد فن انساني، انساني لكل العصور ولكل الاجيال. بتسمع الراب والبوب بتسمع النوع ده من الموسيقى؟ كل ما تتخيلي وما لا تتخيلي انا عم اسمعه. بتسمعه؟ ايه اللي وصلك انك تغني مع اسمها ايه المغنيه؟ إليز. إليز انا كنت مؤمن بقضيتها، لان هي يعني إليز يعني اولا على فكره هي انا ما اعرفش دينها ايه دلوقتي، ومش عاوز اعرف، وده شيء يخصها. تمام. ولكن على المستوى الانساني انا مؤمن بها، هي محبه للانسانيه. فايماني بها كنت بعمل البوم رسمتك في صوت الحب، ومهندس الصوت صديق ليا
قال لي ده فيه كذا 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 وطلبك بالاسم لو ينفع. سمعتك. قلت له طب اسمع اشوف هي فكرتها ايه. للأمانة أمنت بيها وبمعتقدها الموسيقي والفني ودعمتها وساعدتها وسمعت اللي هي بتعمله وأضفت لي الحمد لله. ممكن تنشد بلغات تانية ولا بتنشد فقط بالعربية؟ والله أنا أزعم أني متعصب للغة العربية الفصحى وللجلباب الصعيدي والزي الصعيدي في الإنشاد، فعشان كده أفضل أن أكون في هذا الأمر. والإنشاد باللغات الأخرى إخواننا المنشدين كتار يعني ما شاء الله. على فكرة الحفلة دي لما كنا فيها وطلعت الصور ديات طبعا أنا فوجئت بلبس إليز دواتي قعدت طلطم وقلت يا نهار أبيض طب يا جماعة ده فوتوشوب وده فوتوشوب. بس عاوز أنقل للناس ثقافة ثقافة الدين الإسلامي. أيوة. أولا دي ضيفتي يعني أنا على المسرح فوجئت بها كده على المسرح أدب الإسلام دي ضيفتي كل المؤمنين يغضوا طبعا وفي نفس التوقيت ما جرحهاش وما تقولهاش اللي انت لابساه ده أدب الإسلام بالظبط كده عشان لو حد حب يتفزلك من المشايخ ويقول طيب لا يا حبيبي الإسلام دين جبر خواطر ودين أدب يعني حاجتين قالهم الشيخ محمود دلوقتي مهمين جدا وهو ده فعلا أدب الإسلام فكرة جبر الخواطر والحياء ويعني والتعامل مع الآخر بأدب والجزء التاني وفكرة الاحتواء إنك تكون متسامح تجاه الأديان الأخرى أو إحنا ملناش دعوة المهم أن إنسانيا نحن نتوافق أنا مالي دينها إيه ومالي عقيدتها إيه أنا مهم عندي عقلها وفكرها نعم. هو ده المهم. طب بمناسبة الصعيدة بقى والجلباب الصعيدي العظيم أنا من القليوبية لكن برضو الصعيدة يعني أحسن ناس لكن يعني خلينا نسمع أغنية بقى عظيمة وبعدين نتكلم في موضوع الصعيدة ده لكن نسمع أغنية جميلة صعيدة رسول الله صعيدة رسول الله من الكلمات اللي الراحل محمود خليفة الله يرحمه وألحاني صعيدة بألحانك طبعا بتلحن كمان أنا كل الزيطة دياتي أدعي إن هي بوحي وإلهام وبيقولوا عليها ملحن طب نسمع صعيدة يا رسول الله وبعدين نتكلم عن الصعيدة بقى صعيدة يا رسول الله صعيدة وأحباب الله صعيدة يا رسول الله صعيدة وبنخاف الله
الله الله الله، يعني ده توقيت الغنوة، يعني موضوع الصعايدة يعني مكسر الدنيا. نعم. انت يعني بتغنيها دفاعا عن الصعايدة ولا ده يعني ايمان وحب بال؟ لا، الانشودة الصعايدة دي من 2010. والزيطه اللي حصلت الفتره اللي فاتت، انا فوجئت طبعا الناس كلها بترن عليا يا شيخ محمود لازم تطلع ترد. ارد على ايه؟ الاساءه اللي حصلت من الاعلامي اخونا تامر امين، ولازم تطلع ترد ولازم تعمل ومش عارف ايه. انا للامانه يعني انا عارف تامر كويس وعارف شخصيته وعارف، فاللي هو ايه يعني، هو اتجنن ولا ايه اللي حصل له؟ ده تامر من محبين الصعايده، وتامر دايما بيشيد بالصعايده، ايه اللي حصل له؟ فجبت الحلقه من باب الامانه. هو في اجتزاء في بعض المضمون اللي وصل للناس، وفي ناس يعني تعمدت ان يوصل بهذا الامر، ولكن يعني انا برضو شايف ان لا، هو خانوا اللفظ، خانوا اللفظ. وبالمناسبه يعني انا حصل لي موقف من 3 ايام، اني كنت في احد الحفلات، كنت مدعو لافتتاح استوديو الاستاذ احمد ايوب الصديقي الحبيب، وكان موجود عم امير عبد المجيد وعم صلاح الشرنوبي وحسام حسني واشرف وشعتوت وكل والحبيبه منى عبد الغني وحنان وكل الحبايب كانوا موجودين. والجخ اول ما دخلت لقيت في وش مين؟ الجخ كمان. اول ما دخلت لقيت في وش مين؟ تامر امين. قلت له ده انت ليلتك سودا، وكمان جايينا لحد هنا. بالامانه الراجل اول ما جابني قال لي يا شيخ محمود انا مستعد ابوس على راسك وعلى راس كل صعيدي موجود في الدنيا والله ما ك... وقعد الراجل يعني يبرر، هو اعتذر، هو زميل طبعا، وقعد يبرر وقعد يقول انا للامانه برضو ما سبتوش، لان برضو معلش احنا ليك حق بقى. فانا قلت له بص يا تامر، انا مش هرد، ما ردتش للامانه على فكره على الموضوع، وكل الناس اللي اتصلوا وخربت الدنيا ومش عارف ايه، انا اكتفيت ان انا احط الانشود على صفحتي وما ردتش لاسباب كتير. انا تاريخ ومش هقول انا صعيدي وقوميتي تاريخ، مع احترامي لو طلعت الدنيا كلها غلطت في الصعيد ما هي يا جبل ما يهزلك ريح. يعني اولا احترامنا طبعا لكل المصريين. نعم. صعيدي بحري. نعم. جبلي شمال. انا مش عايز اخش قوي في الموضوع ده لانه زميل في النهايه، وهناك قرار. نعم. يعني قرار ممكن يكون قاسي شويه من هو للامانه. للامانه اصل برضو يعني هو القرار قاسي، بس يعني مثل هذه الهفوة تحسب على التامر، لأن التامر ليه تاريخ في الإعلام وجاب ليه عمنا الكبير عم أمين. طبعا يعني فما كدبش عليك، يعني النقطة دي أنا عاوز أقف فيها. أنا عارف وأنا وضحت له الكلام ده، قلت له يا تامر أنا عاوز بس أقول لك كلمة صغيرة. إحنا عندنا في الصعيد لنا الشرف، ما عندناش دار مسنين، لأن ما فيش صعيدي عايسيب ابوه مع احترامي. احنا نبيع اعضائنا وابهاتنا تبقى قاعده في عزه وقاعده في، وعيالنا مع احترامي اذا كان قدر عليهم انه ينزل يشتغلوا، فده شرف لينا وشرف ليهم. ولكن هو الراجل، وطبعا لما دخل هشام الجخ وقلت له تعالى هشام امسك جبالي، ودخل محمد جمعه احنا صعايده، دخل هشام قال شافوا لي شومه، قلت له طب تعالى دلوقتي احنا عندنا مشكله. طبعا تامر اتصور معانا، قلت له احنا عندنا مشكله دلوقتي طالما اتصورت معانا. هيذبحوك انت. فقلت له تشفوا لنا طب كيس كاتشب ولا بتاع، نعورناك، عملنا فيك اي حاجه؟ هيذبحوك انت، لان ده كده لا يعني. هشام يعني برضو مسكوا الراجل. وللأمانة الراجل يعني وأنا يعني وريت لتامر ردي بأخلاق الصعيد. مش هقول العفو عند المقدرة، لأن احنا كلنا لا حول ولا قوة، ولكن وبقولها له يا تامر انزل الصعيد، انزل الصعيد في أي بلد في أي مكان هيتعامل معك الواجب، واعتذارك مع احترامي يحسب ليك، لم تكابر، لان لو كبرت كان الموضوع هياخد منحنى تاني خالص. ولكن اعتذاره لا احنا كصعايده، وانا بالنيابه عن نفسي وبرضه بالنيابه عن الصعيد الاصيل، احنا اللي بيجينا من جاءنا اهلا وسهلا ومرحبا، من جاء معتذرا اخلاق الصعيد توجب علي. والكلام ده بوجه بقى لاخواني واحبابي ومشايخي والساده النواب مشكورا وكل الناس في الصعيد، يا اخواننا احنا كبار وعنكبر للي بيعتذر، وعنكبر
للي بيجي مع احترامي للعدو قبل الحبيب. يعني أنا أشكرك، هي دي أخلاق الصعيد بصراحة، أشكرك، هي دي أخلاق الصعيد اللي كلنا بنقدرها، أنا شخصيا بقدرها جدا، احنا اتعلمنا وإحنا صغيرين. الصعيدي ده هو الراجل الجدع والست القوية. على فكرة أنا بحب ستاتكو جدا. الكبيرة طبعا. يا خبر، أنا بحس إن المرأة الصعيدية هي امرأة قوية. نعم. هي امرأة، هي وتد البيت. أكيد طبعا، أكيد. فالحقيقة طبعاً بحترم جدا المرأة الصعيدية، بالذات المرأة، يعني طبعا الرجال، ولكن المرأة الصعيدية أنا بالنسبة لي هي نموذج للمرأة، أحب دايما أشوفها وأحب أنا أكون زيها، لأنها وتد وعمود البيت. فيعني تحياتي لكل الأمهات والبنات الصغيرين اللي بيكبروا والحقيقة بيتعلموا، والحقيقة إن إحنا عندنا جيل مهم جدا من الصعايدة دلوقتي. ده شرف لينا فعلا. الحقيقة إن أنا بحب، أنا ميالة جدا للصعيد. ده شرف لينا. أنا بالقليوبية ولكن الصعيد برضو وطن. ده شرف لينا فعلا. أشكرك. مين جمهورك؟ مين جمهورك؟ مين جمهور محمود التوهيب؟ والله يعني 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 كل محبين الكلمة وزواقين الكلمة ومحبي مدح سيدنا النبي وآل البيت، لأن كلنا في الآخر بنجتمع على عتاب آل البيت، ناخد كلنا نفحة. يعني أنا ما أعرفش والله بين جمهوري، بس أتمنى أن يعني يكونوا وجدوا في يد اللطيف. استفدت من التكنولوجيا، استفدت من السوشيال ميديا، استفدت من العالم الجديد ده؟ اكيد طبعا، وان كان هذا متاخر. يعني زمان كانت حسابات الناس مختلفه، حسابات الناس جمهور محمود التهامي يروح اي مولد يشوف الناس اللي قاعده من العصر وجايه من بلاد ودفعه مواصلات وجايه. انا مولد سيدنا الحسين بيجيني ناس من دول تحتفل بيه، وسيد البدو. ولكن مع الوقت اكتشفنا ان اصبحت نسبه المشاهدات والفيوهات هي الـ يعني مسلسل يعمل مليار يبقى هو اللي مش عارف ايه، ما حدش سمعه بس هو اللي مش عارف ايه. طلع واحد عمل اغنيه عملت مليون مش عارف، وبرضه ما حدش سمعها بس هو. بس ده بيقعد ولا لا؟ ما هو ده السؤال. لا طبعا، لا يبقى، لا يبقى. وبعد اذنك بيشتروا الكلام ده، وانا بجرب والله الفتره في كتير لجان اللي ده عندي. تعالوا يعني هل هنشتري الكلام ده ونوصل للمرحله دي؟ حضرتك عاوزه المليون مشاهده في كام؟ على رايك دلوقتي بقى ده جاهز ده يا فندم؟ ده مش جاهز، ده هو الموجود. يعني لما يبقى اغنيه مكسره الدنيا وعلى مستوى نطاق معارف محليا وعالميا ما حدش سمعها، ازاي وعمل مين اللي سمعها؟ يعني ناس من عالم اخر سمعتها الملائكه واحنا ما شفناهاش. فاصبحت للاسف اللعب بالارقام يعني فرضت نفسها. نسمع قمر بقى. صلى الله عليه وسلم. قمر دي من اجمل يعني الانشودات اللي انا بحبها. الله يبارك. قمر سيدنا النبي قمر. صلى الله عليه وسلم. نسمع قمر ونخرج فاصل ونواصل هذه الجلسه الجميله جدا مع الشيخ محمود التوهيب. الصلاه thank you.
الهدى ويا إمام المتقين ورحمة من الله للعالمين صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر بلجنا